ما حكم الإفطار في نهار رمضان إذا كان عندي اختبار رياضيات؟ نعم، الأصل أن المسلم العاقل البالغ القادر يجب عليه الصوم، هذا الأصل. طيب، هذا الأصل أن الصوم واجب على المسلم البالغ العاقل القادر، ويجوز للإنسان أن يفطر إذا كان عاجزا عن الصوم، فهذا حكمها حكم المريض، فإذا تعبت جاز لها أن تفطر، إذا ما تعبت لا يجوز لها أن تفطر، والأصل أنه هذا ليس تعبا عندما تذهب وتقدم اختبار، فلا يجوز أن تفطر إلا إذا كانت مريضة، والحمد لله. وأنا أعرف كثيرا من الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوروبا وأمريكا من أصحابي الآن درسوا في السابق، يقول والله ما كان عنده مشكلة مع الصيام، بل بالعكس الآن بعض الأطباء يقول الأفضل الإنسان يدخل الاختبار وهو لم يأكل حتى يكون يعني البطن فارغا ومستعدا وكذا، فالإنسان يتسحر جيدا طيب ويذهب إلى الاختبار إن شاء الله، والصوم ما يضر أبدا ولا يمنع من أداء الاختبار أداء جيدا مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز تعب، والأصل قول الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة لو ألقى معاذيره. نعم.